أسألك أن تعطيني عيني. لا يمكنني فعل هذا. أنت واهم، لن تذهب إلى أي مكان. إحنا ببساطة طلاب من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، كل واحد بتخصص. التمينا على هالمسرح على الخشبة وجمعنا نص. النص عبارة عن إنه وادي كله عميان وبيجي لعندهم واحد مش أعمى. المسرح صراحة حياة، أنت بدك تفوت مش تفوت بس تمثل مسرحية لمسرحيتين، بدك تفوت تمثل خلص هذا حياتك. ماذا تعني؟ سأرحل إليك العالم الأكبر. وأنا أنا أعمى لكن علمت من قبل ما معنى البصر. أما أنتم فعميان، عميان عن معنى العمى ذاته.